بارك بعمرك فوز مستحق الحمد لله توفيق من الله وتعب السنين اللي فاتت وأثمرت الحمد لله. لكن اليوم شفنا عبد الله بعد عنده إيجارات والله. ليش تغيرت الاستراتيجية من المشترى إلى الإيجارات؟ الإيجارات اليوم في المنقية الأساسية لا تذكر، ما فيها إيجارات. خمس من دبيان؟ لا غير صحيح. وين خمس من دبيان وين راحت؟ واحدة من دبيان موجودة في أي. الأساسية كذلك في منقية حمود في إيجارات غير دبيان اللي هو بالرخيص، اللي هو بالرخيص مسي عليه بالخير مفروضتين. نعم نعم، لكن المنقية الأساسية ما فيها إلا واحدة. يعني اشتريت استأجرت من دبيان خمس دخلت واحدة. نعم لا دخلت واحدة في الأساسية. والأربع وين راحن؟ الأربع مع حمود. مع حمود دعمنا فيها، حمود طلبنا فيها ودعمنا فيها. يعني أنتم اليوم طيب ليش مسمي الجاثيات أنت؟ مش قصة الجاثيات ذي؟ اسمها الندر. إيه بس أنت بعد تقول جاثيات. أقول الجاثيات وأقول الندر. الجاثيات اسم اخترناه. إيه. وله معنى. إيه إحنا نبغى المعنى هذا. المعنى شنو معنات يجثو؟ يعني جالس على الركب ومستعد. نعم. مستعدة لل. الميدان مستعدة للمنافسة، مستعدة للمهرجان باركة يعني، وكذلك تجثو على صدور الخصوم. أوه. اي نعم، فهذا الاسم وفكرته. سي ليش خليت على الركب؟ عرفت الجاثوم اللي يجي حق. طيب ليش الجاثوم ليش ما خليت على ندر الصفر؟ شوف ندر الصفر شبه اسم وركب، مع انه بالنسبة لي انا افضل ان اسم ندر أو اسم المنقية يكون مو مركب. نعم. لكن خلاص اشتهرت ندر الصفر وتمشي أتوقع طول عمرها ندر الصفر. نعم. يعني عشان كذا أنت غيرت بس. لا حاولنا مثلا ندر اليوم في اسم الندر متاح وموجود. نعم موجود. لكن خلاص ما يركب عليها إلا ندر الصفر. عرفتها الناس ومشت عليها الناس ولها كم سنة تزاين بهالاسم. يعني معنى كلامك مبارك إن الجاثوم حاطه باب مسكر بين ندر الصفر وبين تقدر تقول يا أنا عرفت الحين ليش هو يبي الحين عرفت. أنت لو سميت هالباب مسكر هو بابها مسكر ما هي. دروازة يعني دروازة بين لا سكر الحين حتى ما في مجال كلب ساندويتش ما مرة سفري طبعا ايه على طول. خليني اسألك ابو مبارك اليوم كيف شايف شوط البيرق؟ شوط البيرق طبعا في منافسين موجودين. نعم. لكن فيه نوع ما برود الأمانة. أتكلم عن المنافسة مع المنقية الأساسية اللي هي ندر الصفر. أي. افتقدنا للمنافسين. أي. ما لقينا منافسين. نعم. وطبعا شيء متوقع. نعم. دليل القوة الضاربة لندر الصفر اللي تواجدت فيها العام وخلت الناس تعيد حساباتها، لا مشى معاها قوة تجارية ولا مشى معاها قوة تحالف ولا لصمقة، ما مشى معها شيء. كله ما مشى. بس أنت تقول فقدنا منافسين أيضا. لا يعني فقدنا المنافسة. أي يعني العادة يكون فيه ناس أقرب لنا من ما حصل اليوم. أي. يعني العادة المنقية الرديفة احترامي الشديد لجميع العشرة. أكيد 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 أكيد. نعم. وإخوان وعزيزين وغالين. لكن العادة يدشون بين منقية حمود وندر الصفر. ايه. اليوم ما حصل هالشيء فهذا القصد. طيب خلني أسألك سؤال ثاني. نعم. بشكل ثاني كان عندك خطة تروح 50 السيف. صحيح. كان عندك خطة تروح 20. صحيح. وانت رجل تبحث عن المنافسين متضايق وتعاني من برود في الشوط. الأمانة كان عندي خطة. ليش ما رحت 50؟ الأمانة كان عندي خطة أروح 50. إيه. وفكرت فيها كثيرا. إيه. إني أنزل 50 بحثا عن الحماس. إيه. لكن استشرت واستخرت وفضلت إني أقعد في البيرق. جاك اتصالات صح؟ جاني اتصالات وذكرت هنا. جاملت يعني في 50.
والله ما تقدر تقول جاملت كثر ما تقول انه هو طبعا المجاملة ما تكون بس للمشاركين فقط. نعم. هي تكون كذلك للسوق كذلك. نعم. في كثير من ملاك الإبل كلموني قالوا يا أخوي قاعد تذبح السوق. الناس تتحمس تشتري تبي المراكز الأولى. إيه. وأنت بتصريحك هذا الناس صار فيه برود على المشترى. بس برضو أنت ما عاد صرت متحمس عشان كذا رحت ما تشتري في الرديفة تستاجر. لا شوف أنا هالسنة يعني هالسنة بذكر لك مشترياتي شريت تقريبا 3 و4 فقط. واحدة من بندر بن صحن. نعم. واحدة من فهد بن فهد. نعم. واحدة من بن عويج. واحدة من بن عويج. ثنتين بن عويج. ثنتين. نعم. هذا الأربعة. بس. 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 طيب ليش ما حاولت بعد إنه تحول الأجارات إلى أصول؟ والله يمكن الأجارات ما هو لاحتياجي للأجار يمكن كان. لإبعادها. مو بعدها عني يمكن بعدها عن. لإبعادها من المنافسين. ممكن بعدها عن الناس الثانيين. طيب نخبة النخبة. نعم. تتوقع أحد يحضر معك؟ والله أتمنى. اللي تمنى؟ أتمنى اللي عنده حلال ويحس إنه حلاله يهقوي إنه يحضر. أوه. أول شيء. وأتمنى. أنت بتدخل بوحدة ولا بسنتين؟ والله أنا داخل لكن بوحدة ولا سنتين للحين ما بسيت فيها. بكرة بنعزل الحلال بإذن الله. وبنقرر بإذن الله. يعني بكرة ممكن الدبوس يحضر بنخبتين. نعم. وقريب يحق يا أبو عارف إنه يأخذ من المنقية نخبتين من نفس المنقية ولا يجيب. لا هي منقيتين اليوم. هي منقيتين. منقي الندر. هي الحمود يدخل بسمه وبسم أخوه. إذا حق له. إيه. إنه يعزل من المنقية الواحدة نخبتين. إيه. أنا أقول عليه إن شاء الله. إيه. لا لا. يدخله. لا أنت تعرف النظام. أنا أقول. تعرف النظام. إذا حق له. فهد انت رجل تحضر وتعرف القوانين. انا اقول احنا نعرف القوانين بس أيه انا اقول اذا صار يعني انت يعني فهمت علي انا اقول عليه انه ان شاء الله يدخل يعني هذا شور رفيق. اي شور رفيق يدخل من المنقية بس النظام رفتي. النظام يقطع عليك هالخط ما اذا كان احنا أيه النظام يقول 20 من منقية واحدة احنا يا ابو عارف نعم. هو مرد النوادر فيها ورد فيها نوادر اللي يبي يستلحقها في النخبة. رديت فيها نوادر واجد؟ لا والله كل النوادر حرصت انها كم او اغلب النوادر 10 11 حطيت فيها من النوادر. لا بتكلم وياك بصراحه اغلب النوادر حرصت انها تكون في المنقية لظهورها امام الجمهور. نعم. دعمنا حمود في بعض الحلال لكن شيء ما يذكر يعني. يعني كم العدد؟ 11 عشان تبعده من 11. لا لا مو كثير والله 10. شو اللي تقصده بالحلال اللي دعمته فيه؟ هل تقول لي حلال؟ انا اقصد فرديات ما حد يطرحها في. انا اقصد انها اذا دخلت في النخبه ما تنطرح. ما تنطرح. لا ما سويت التقسيمه. ما سويت التقسيمه يعني ما تضمن الوصيف فيها. ما سويت التقسيمه. طيب انا كان عندي امام خيارين. انت قلت كلمه خطيره. قول 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 بقول لك شيء يريحك. كنت امام خيارين قعدت أفكر بيني وبين نفسي. أنا الحمد لله يعني داش الشوط مرتاح. أي. هل أني أحط نخبة هني ونخبة هني وأضمن نخبتين ولا أخلي أحد يدخل تهقوى وتهقوى وبعدها نوادري كلها في منقية واحدة عشان أسعقهم في النتيجة. واضح؟ نعم. لأن النتيجة بكره انتم تذكرون النتيجه في نعم. النخبه نعم بتقول مثلا 12 ل 8 15 ل 5. انت تتوقع لو دخل احد معك ممكن كم الرقم اللي يصير؟ يعتمد منه يعني يعتمد منه يعني بالنسبه لي انا اذا من اقوى منقيه تشوفها اقوى المرشحين؟ ايه لا ما انا نحارات احمد قعيد اقوى المرشحين بكل يعني بكل صراحه يعني توقع احمد قعيد بيهقوي حلاله ويحضر قبل شوي تقول اللي هقوي حلاله اتمنى انه يحضر. انت تبي تربط بيني وبين احمد وانا ما ربط ما ربط انا اخذ انا بعلمك بعطيك العلم انا اخذ كلامك واسالك منه بعطيك العلم. نحارات ايه كفو ونحارات من المنقيات
اللي انا قاعد الاحظها تتطور من سنه لسنه. ممتاز. انا للحين اذكر مشاركته لما الغيت سنه الكورونا. اي. وكانت لا باس. لكن جاء السنه اللي بعدها بتطور نعم. عجيب. نعم. وانا جيته في مزرعته ترى. نعم. العام. غديت عنده. لا العام هذا. اي. مو هالسنه. اي. العام وتغديت عنده. تفرج في حلاله عشان بعد تقول مخبرينك قالوا لك ها انت الحين اعطيتني مخبريني ما قالوا لي شيء اكيد انه لا بس انا قايل لك ابو عارف اكيد ابو عارف اكيد انها العام احنا لنا ثلاث ايام داخلين السنه الجديده اكيد انها العام لا لا اقصد العام غير هالسنه صح 23 اي نعم احنا العام ثلاث ايام داخلين اقول لك قبل النسخه الخامسه شكرا لك قبل النسخه السادسه انا تري مدقق معك لا خذ راحتك بس قبل النسخه السادسه معه وجيت وجيت للامانه قبل النسخه السابعه نعم هذا السؤال بس ما تغديت عنده ولا تعشيت عنده طبعا نقطة البداية كان تصريح ابن لبدان وين اللي صرحوا في الصيف ليش ما بينوا رؤوسهم صح طبعا بثاعي ما كان يقصدنا ايه كان يقصد من يقصد ناس صرحت بالصيف انت ما صرحت في الصيف لا والله ما صرحت ابدا ابدا يعني انت كنت خارج الحزبة نعم طيب ليش البداية كانت من ذاك اليوم ما كانت بداية ذاك اليوم الا شوف ما اخفيك نية الاشداد يمكن كانت موجودة عند الكل في البداية كنية مبدئية نعم لكن عزيمة وتدخل فيها تحتاج تدرس الوضع وتشوف الوضع فلذلك أول ما بلشت كان بالفحل المنتج نعم وقلت بشارك بالفحل المنتج نعم لعل وعسى إذا طار علي وعزمت أدخل الإشداد دخلت وأظن الخطة هذه كان مسويها كثير من الملاك فرحت حتى كان في معارضة شديدة إيه؟ في البداية على الفحل اللي أنا اخترته المعنى اللي هو المعنى إيه؟ كان كثير من اللي كان معارض والله كثير من عطني من. حتى يعني أخوي مسي عليه بالخير اللي يتمنى لي دائما التوفيق والنجاح إيه؟ ودائما يبي لي المركز الأول إيه؟ أخوي محمد بن جخدم نعم ليش عارض عليه أبو فهد يبيني أخذ الأول والمعنى ما يهكوي كان لا يقول لي ما راح تجمع بناته وفعلا يعني هو كان عنده رأي صائب في هالموضوع لأنه وجدت صعوبة في جمع البنات لأنها كانت مفرقة نعم وأنا ماني مالك الفحل عساس يكون عندي أساس أنطلق منه كبير أنا كان عندي ثلاث من بناته فالحمد لله توفقنا وجمعت بناته وحضرنا حضور قوي وكنا مرشحين للمركز الأول كم كان قيمة مشترى المعنى الحقيقية؟ كانت 7.5 7.5 كان شيء في شيء من إنتاجه كان في شرط إنك يا بنت بيل تجمع إنتاجه وتتم الصفقة لا لا, لا لا أول شيء كان إيجار ما كان إيجار عزلك صادق كان إيجار كان إيجار المشترى عقب ما خلص وكان كان الاتفاق انك تجمع اللي تقدر تجمعه اي من بناته اي وجاب الله يذكره كان في عدد معين؟ لا لا ما حصلت على عدد معين نعم انا جبت 11 او 12 وبنت بيل جاب ثلاث ثلاثة واربعة والقعود اي ثلاث ورابعها القعود طيب فكرة الشتات بدأت من طلب ابن دبيل منكم انكم تعطونا بنات البير كانت هنا فكرة الشتات لا بدت فكرة المشاركة بالفحل المنتج اي بس اي اي كانت الانطلاق تقدر تقول تقدر تقول يعني من غير مسارك الى الشتات ونقطة بداية الدخول والتفكير كان راشد ابن دبيل لا لا أنا طلعت من الكويت الله يسلمك في تاريخ يمكن 28/11 أي وأدنى المدة طويلة رحت سلمت على الوالدة وحبيت راسها وقلت لها بإذن الله نجيب الإشداد نعم هذا كان كلمتي لها قلت لا تنسينا من دعائك وطلعت
وشريت اذكر كان وياي فهد. ايه شريت القعود اللي كان ماخذ الاول في الحفر. نعم من العجمي. من العجمي قعود طيب. نعم ومشترى ما هو جار فما راح يكون خساره. نعم. بعدها استثارتنا يمكن بعض التحالفات ايه اللي كنا نسمعها. وش هي هذه التحالفات اللي استثارتك في الشتات؟ طبعا كان في تحالفات يقودها مسي عليه بالخير. وطبعا شوف احنا قاعد نتكلم عن دهاليز الشداد. نعم. ونبي الجماهير يسمعون ويعرفون يستمتعون. نعم. ونكن كل التقدير والاحترام للاشخاص 100%. ومنهم اخوي الكبير ابو ثاعي. نعم. مقدره ونحترمه. كان عنده خطه ويمشي عليها. وش خطته اللي كان يمشي عليها؟ اتوقع هذا تحليلي انا الشخصي. اي. هو ناوي على الشداد. نعم. كان يبي يضايق الأشخاص المؤهلين على الشداد. كيف يضايقهم؟ بجمع تحالفات تلهيهم بأنفسهم عشان ما يتفرغون للشداد. جمع منافسينا في الصفر. اي واشغلهم على الشداد؟ لا ما اشغلهم شغل. اشغل حمسهم على الخوض في بيرق الصفر لإشغالنا إحنا في جبهة الصفر. كان عندنا جبهة صفر. صحيح. وكان في منافس ومنافس لا يستهان فيه وكان في تحالف قوي في الصفر. نعم. فكان هذا بداية. بس كانوا موجودين قبل ما يحتاج إنه ممكن تحفيز. لا سلمك لا احتاجوا. كان فيه تحميس من أبو ثاعي والصور كانت منتشرة. أبو ثاعي في البيت الأبيض. البيت الأبيض في أمريكا ترى. البيت الأبيض أمريكا أبو ثاعي. لا لا البيت الأبيض اللي في الصياهد اللي أحد يعرفه. لا معروف. طيب توقع كل الربع بعد هني يعرفون. أحد يعرفه. شوف الابتسامات. البيت الأبيض عارفه. الأسد تعرفه؟ لا عارفه. أنا ما تعرفه الأسد؟ لا والله. المهم أودنا الأسد ما يعرفه. تعرفه معروف البيت الابيض ما في احد ما يعرف. معروف. المهم الاسد يقول انا ما اعرفه. معروف يمكن الاسد ما تابع بس احنا نعرفه. البيت الابيض معروف. المهم هو غرفه عمليات. طيب كانت تدار منه عمليات الصفر وعمليات الاشداد. طيب هذا ملخص البيت الابيض. هذا هو عندنا في الصياهد. في الصياهد كان مسلح ولا كان بيت شعر؟ اكيد هو بيت شعر بس انهدم بيت الشعر. يمكن البيت الابيض المتوسط. فكان تدار فيه اللي هو غرفة عمليات. نعم يعني حتى ما بأذكر ناس معينة في بعض البكار اللي دخلت في المنقية المنافسة كانت مستأجرة من قبل ابن لبدان أو كان واسطتها ابن لبدان وجاء دعم بكار من ابن لبدان فكل هالأمور كانت موجودة فهذا هو. طيب انتم غرفة العمليات عندكم هذه كانت في البيت الابيض. غرفة العمليات عندك وين كانت؟ غرفة العمليات؟ اي والله في كل مكان. خلال الشتات بعد. غرفة العمليات عندنا كل مكان. في القانونية لان احنا في وقت كثير عندنا في القانونية. اي فعلى ما ننطر الناس اللي مجرين منهم يكون عندنا اجتماعات واتصالات هناك. في القانونية. يعني في القانونية في الخيمة عندنا في خيمة في القانونية. حلو. في سلمك الله اجتماعات عندنا في اللي هو الغرف اللي عندنا. انتم في الغرف. اي نعم. اي طيب فكانت عندنا اجتماعات متواصلة واجتماعات في كل مكان عند البوابات اجتماعات. لا بس الاجتماعات عند صاحب المطيه اللي اجتمعنا وياه. لا لا بس ابو فيصل سلمك الله المطيه هذه او صاحب المطيه مختلفين. في بعضهم تنصاه وتروح له في محله. نعم. في بعضهم اجيه في مسيرته واركب انا وياه في السياره واحاول اني ما انزل من السياره الا انا خالص انا وياه. على طار السياره. نعم. وصفقات السياره. نعم. في منقية مشيت معها وحاولت يعني كان في تفاوض بينك وبين صاحبها وانت معها في السيارة شفت في المراية العصوف
إيه؟ قلت له حط الرقم اللي تبيه وخلص يلا. هذا مو منقية، هذا قعود. اي وش القعود هذا؟ قعود اشعل حق مسي عليه بالخير اخوي ابو دعمو كلب قمي. اي شفت لي قعود طيب في المسيره واحنا نفطر كل صبح نفطر. انا ابغى اسالك سؤال ثاني بس عشان ما نضيع موضوع النخبه. قول لي. زين انت قبل شوي قلت اللي حلاله يا قويه بيحضر. طيب وقلت احمد منقية تتطور ومنقية تعجبني سنة عن سنة. السؤال الأهم، لو كنت أنت في مكان أحمد دخل نحارات على ندر الصفر؟ شوف يعتمد على طموحه هو. كيف؟ يعتمد على طموحه. أكيد يبغى أول. يعني طموحه. يبغى أول الرد. طموحه وصيف بياخذ وصيف. طموحه أول ما يعني أتوقع هذا طموح أحمد. يعني حلاله هاقوي على الوصافة بس. إيه هقوي على يعني اليوم ما في منقية. إيه. عشان نكون فنيين بشكل عام ما في منقية تقدر تنتزع النخبة من الدر الصفر. مستحيل. 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 حتى نحرات. من غير ما تسمي لي. نتكلم في الموضوعين دي الحين. تبي بعد أزيدك من الشعر بيت. إيه. لو تجتمع الصفر اللي مشاركه. إيه. ما طرحت ندر الصفر في النخبة. هذا غرور، هذه نرجسية، نرجسية وغرور. لا ما هو غرور، هذا سلامك الله، هذا فعلا، هذا ما في حلال، هذا فعل وفعل مبرهن. نعم. ولها أدلة، اجتمع حلال يمكن المملكة كلها العام. للإطاحة بندر الصفر عن طريق دعم وعن طريق فزعات وعن طريق أجارات. نعم. وعن طريق مشترى. نعم. ولا قدروا يقربون من ندر الصفر بأي شاط يا أبو مبارك؟ كل الشوطين. معلش الشوط البيرق بعد زيدك من الشعر بيت. سم شوط البيرق وشوط النخبة ما حد جانا. بس اللي نشوفه اليوم غير الكلام اللي تقول. ندر الصفر اليوم حنا طال عمرك مشينا مع البل الله يبارك فيها. نعم. بس لا أنا أقول لو جاك مشارك قوي بيسبب خلل. وندر الصفر مكونة من إيش كل إيش؟ ها؟ مكونة من حلال المملكة هنا ندر الصفر. والله يقولون البدوي والله من مع البدو من مرجه ابلك طيبه برد على ابن علوان. طيبه ابو مبارك يا طويل العمر. سم. انت تتوقع حد بيخليها لي؟ توقع الاخو بهالصيهد الاخو بيخليها لاخوه؟ لا ما حد، لا ما حد بيخليها. والله لو احد عنده نسبه بسيطه من اليقين انه يقدر من الدرس ما يخليها. بس انا بفيدك ومذكور ومعروف. من اللي كان يقول رحل القعود الفلاني؟ القعود هذا بالذات؟ أي قعود، أي بكرة، أي شيء. مختلفين اللي يذكرون. كم عدد المختلفين؟ لكن يعني مثلاً. أنا أبغى أول شيء منهم الفريق اللي كان معك. نعم. أدهم لي بالأسامي. طبعاً. يوصلك لهالإنجاز. شوف يا طويل العمر، أول شيء في ناس أساسيين. منهم الأساسيين؟ اللي هم إحنا كعائلة. عطري عطري. الدبوس أنا وسباع وحمود. وعندهم الرجال اللي على يمينك فهد بن فهد. اي نعم نعم. ذكر لي كذا من القعدان اللي هذول الاساسيين. محمد كان اساسي؟ والله محمد كان مشغول في الوضح. كان عنده جبهه الوضح. اي كذلك فهد، يعني مو كل وقته عندنا. نعم. لكن خصصنا الله يجزاه خير جزء من وقته يذكر لنا بعض الحلال. في الليل كنتوا تجتمعون وين؟ في الغرف عندكم. نجتمع. من اللي كانوا يحضرون الاجتماع ذولا المخول لهم الوصول الى هذا الاجتماع؟ كثيرين اللي كانوا موجودين يجونا. يعني ادلي بالله يا عبد الله عشان نشوف اجتماعات ولا زيارات؟ فريق العمل. انت تقصد فريق عمل وتقصد زيارات؟ ابغى اللي اليوم يجي يقول ترى فيه بكره بيدخل الحاجه الفلانيه لازم تخلصونه لازم تسوونه. من هو؟ ابغى الاسامي هذه. ما في اسامي غير اللي ذكرتهم. خمسه؟ اي خمسه سته. من السادس؟ أنت عديت خمسة، أبغى السادس من اللي كنت خمسة. لا أقول لك يعني هذا اللي يطري علي، لكن الأساسيين ذكرت لك إياهم. إيه. محمد. لا فهد. 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 محمد. محمد ما كان، محمد أصلاً كان ضد فكرة الإشداد. إيه. ليش ضده؟ بالنسبة لمحمد يعني أول شيء أول نسخة الإشداد. إيه. إشداد مو معروف طريقته. نعم. ولا شلون. يعني في أشياء مجهولة كثيرة. حلو. ومحمد الله يبارك فيه يحب الشيء الواضح ويحب الشيء اللي خلاص يدري. أنا محمد عنده استراتيجية ما يجي إلا على الأول. إيه.
فها كان ينصحنا ان ما ندش في الشداد. فهد كان ينصحني ادخل في الشداد. طبعا انا اعرف انك انت ومحمد دائم رايكم واحد، ليش اختلفتوا هنا؟ ما اختلفنا، بس محمد طول العمر يقول فكره شداد جديده. ايه. ولا دخلت فيها لازم انكم تبرزون وجودكم. طيب وليش انت قلت في المقابل قلت لمحمد لا احنا بندخل الشداد يا عبد الله؟ والله اسم شداد هو اللي طمعنا فيه شوي. نعم. وشرت على ابو مبارك وهو مقدار. يعني انت اللي دفعت ابو مبارك؟ لا هو عاد حطها في راسه، بس انا زي ما تقول اعطيتها دافع معنوي شوي. شجعته. قلت لها ابشر انا علاقاتي جيده بخلص لك الامور. لا مو بعن كذا، بس يعني بساعده بالراي، ولا هو ترى الراي عند الله ثم عنده. نعم. هو يعني زي ما تقول جاب له امور كثيره. طيب سيارتك اللي كنت تروح فيها كنت يوميا تحضر جميع المسيرات وترقم تقول ترى جاكم قعود في المكان الفلاني، ترى جاتكم البكره الفلانيه، جاتكم منقيه فلان. إيه كان هذا يصير؟ لازم ان نكون في المسيره، المسيرات كلها لازم نكون فيها، بس ان الربع كلهم معي. كنتوا كلكم في سياره؟ لا 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 لا، كل واحد على سياره. اي والتليفون؟ جلسنا في سياره واحده ضاعت الامور كلها. اي كل واحد على سياره. طيب وش المعيار اليوم اني انا مثلا ادفع باسباع انه يروح للجهه الفلانيه، ادفع مثلا حمود يروح للجهه الفلانيه، عبد الله يروح للجهه الفلانيه، فهد ينهي الحاجه الفلانيه؟ شوف اللي انا اعرفهم اقول ازهلوه عندي. اي واللي ما اعرفه واللي على خلافات معك يروح له. لا ما في احد ان شاء الله معنا خلافات ان شاء الله، لكن يعني اللي بعضهم اقول انتوا اللي تفاهموا معه. طيب ما اللي ينامون عليه. اي واعرفه اقول ازهل بالتليفون. ايه بالتليفون ولا قابله شخصيا. لكن عبد الله فاجأنا طيب كم واحد تعرفه وتمون عليه وصلتوا انهى فهد الديل معه وقفتوا معه؟ ما ادري يعني العدد بالضبط ما ادري، لكن 50% من صفقات الشتات، 40% 10% والله النسبه ما ادري، لكن عبد الله فاجأنا ب يعني بإيجارات كثيره. نعم ما كنا متوقعينه. نعم. مثل فرديات ابن عودة، مثل فرديات هادي العمور. طيب فرديات ابن عودة كان كذا خيار ولا فيه استراتيجية معينة انه فرديات ابن عودة حاول تخلصها؟ نعم فرديات ابن عودة كانت مو كذا خيار، كان من اهم الخيارات، لان ذكرتها انا من قبل عنده بلوك كبير النقاط تقريبا 100 نقطة. ايه البن عودة. نعم. ووقتها اللي قال لك رحلة وخلص معه. أنا أقول لك فاجأنا، هو اللي راح من كيفه. لا بس خلص ما درينا حتى ما أنا بعلمك ما درينا إلا منجز معه. نعم. بعلمك طبعا الحمر معروفة مركزها. نعم. وسهل تنبأها هي والشقح. فرحنا زرنا ابن عودة في مقره. نعم. وكان عنده حفل أظن. نعم. وسلمت عليه يوم كان صديقك. وإن شاء الله ما بيننا أي خلاف إن شاء الله. طيب. زين. فخلصت ابن عودة. إيه. وكانت من أهم الأشياء اللي خلتني أقدم على الإشداد بقوة. نعم. لان انت من تحصر البلوك هذا وجل وقتها المنقيات ما لها تاثير ترى غير العام هذا. المنقيات محصور انت بمنقيتين كذلك الفحل المنتج. هذا النظام السابق وفحل نعم. واحد والفحل المنتج محصور بواحد. فوزن الفرديات كان ثقيل ثقيل. نعم. وزن القعدان ثقيل 500 وزن نقطه وزن النقاط. نعم, نعم. فهذا كان من اهم الصفقات اللي هي صفقه بن عودة. نعم. كذلك صفقة أخوي هادي العمور. نعم. كانت مهمة جدا، خذ أربع مراكز. طيب. في الشقح. هادي العمور كم كانت قيمة صفقة الأربع أبكار؟ كانت مالية؟ نعم.
كم القيمة؟ إجمالي؟ الأربع بكاري. أربع. أربع مليون. نعم. لا هي عشر. أي. بأربع مليون. بأربع مليون. إيه هو عنده عشر فرديات دخلت. سلمت كاش. سلمت نعم. لا مو كاش يعني بعد ما أعلنت النتائج تحولت له. ممتاز. نعم. طيب هذه العمور دامنا في هذه العمور زاركم في مقرب لكم. صح. الخيمة اللي داخل التور كان فيه أبوك. كان فيه سباع. صح. من اللي كان بعد معكم؟ شوف هذه العمور أبو عبد الله صديق و ممتاز ممتاز وزيارته زيارة هذه اللي أنت تتكلم عنها. زيارة هذه أنا بتكلم عنها تحديدا لأنها كانت فيها إنهاء ديل. لا لا على مو صحيح على المنقيتين. لا لا مو صحيح مو صحيح نهائي. زيارة عفوية اعتيادية زارنا كذا مرة لكن في زيارة قبلها. إيه؟ بعطيك أنا معلومات. طيب عطني. زيارة قبلها للأخ هادي العمور. إيه؟ لي أنا شخصيا بعد ما أصلا اكتمل مقرنا. إيه؟ في البداية. نعم. توني منزل صفر شاريها وتواعدت أنا وياه وجاني وقال لي عرض علي. عرض عليك وش عرض؟ نعم هنا الأهم عرض علي 5 مليون مقابل نقاط. انك انت وانا وقتها ما كنت معلن اني بديش في الاشتاد. نعم. وعرض علي 5 مليون. طيب وانا رفضت العرض لان كان عندي نيه اني ادخل الاشتاد. طيب وفي المقابل جلست انت وهادي وتكلمتوا على المنقيتين بحضور الوالد بحضور السباع وعطاكم اوكي وبعدين هادي الصباح عشان القانونية تخلصون لقيتوا العزبة مسكرة طقيتوا الباب. غير صحيح ما انفتح لكم. غير صحيح بتاتا ما تم الاتفاق على المنقية مع أبو عبد الله. تم اتفاق على الفرديات وراح القانونية وصارت مشكلة في القانونية لأن كنا فريق غدا غدا العصوف. غدا العصوف فريق باللبدان وفريق غدا العصوف. إيه هذا العصوف اللي كان عند ابو عبد الله هادي. إيه؟ ومسيه بالخير. نعم. كان هذا الامر سبب لك ضجر شوي بالنسبه لي انا. اي وقلت احنا في اتفاق. كنت تتحدث عند مقربين لك. لا ابد اطلاقا. انا ما اتفق وياي الرجال عشان اعتب عليه. انا اتفاق وياه على الفرديات فقط. نعم. وأصلا حاولنا فيه. أنا حاولت فيه في المنقية. إيه. وهو رفض. ليش رفض؟ هو عطاك ال عطاك ال الأربع فرديات. نعم. ليش رفض المنقية؟ إيه. لما استأجرت منه أنا الفرديات. إيه. كان هذا شيء جديد وما عمره حضر مثلا المنصة. نعم. والتتويج كان في وقتها بناموسها. اي ما كانت فقط نقاط نفس العام. نعم نفس السنه. نفس السنه. فكان كان البكار لي انا ملكي. نعم. فهالشيء ضايق ابو عبد الله ويعني حق له متعود انه يحضر ويعلن الفوز باسمه وفوز النايله باسمه الى اخره. نعم. لكن ذيك السنة أو حزة الفرديات ما صار هالشيء فآثر أن المنقية ما يصير معاه نفس ما صار بالفرديات. نعم. هذا كل الموضوع لا في اتفاق وغير هو الاتفاق أبد. جينا وقال لا ورحنا إحنا أخذنا منقية. نعم. الفطيماني. أصلا كنت شغال على الصوبين أنا. طيب بقول لك شيء. نعم. بقول لك شيء مهم. الفطيماني خلصها سبع. صح صح خلصها سبع. كان الاتفاق على مبلغ 1,500,000. صح ما اذكر انا المعلومه مؤكده عندي. بعدين صار في القانونيه موضوع مختلف والمبلغ ارتفع. صح نوعا ما كلامك صح لكن بوضح نقطه. تفضل. أول شيء تم استئجار فطامة. إيه. ثانيا كان في رجل وسيط بين سباع
وبين فطيماني. من هو الرجل الوسيط هذا؟ انا ابغاه. انا ذاكر اسمه. لا لا حقه اليوم احنا في تعاليز يا عبد الله، الموضوع هذا من موسم اليوم نبغى نعرف. مسي عليه بالخير ابو تامر الشمري. ابو خليفه. إيه؟ نعم. حلو. هذا كان الرجل الوسيط بين سباع وبين الفطيماني. نعم. بعدها طلع، كانت البدايه سباع هو اللي فتح الموضوع، بعدها طلعوا كلهم. انت ما كنت داري عن الموضوع هذا؟ لا كنت داري. كنت داري. البدايه انه كانت في الخيمه. خيمه ولا في الغرفه؟ لا لا في الخيمه. اي. وكان قدامي المكالمه. اي. وبعدها انا دخلت في الموضوع. حلو. انا شوي تعصلق الموضوع وش عصلق؟ تعثر. مثل ما ذكرت القيمة وإلى آخره. كان في اتفاق على مبلغ 1.5 مليون وبعدين تغير الموضوع صح؟ لا لا كان المبلغ 500. 500. نعم. وبعدين صار 1.5 مليون. إيه بس هل يعني أنت بتقول لي أنت اتفقت ويا الفطيماني والفطيماني غيرها؟ لا مو صحيح. لا بس. لكن سباع. كان في رجل وسيط. سباع. نعم. سباع. اتفق بقيمة. اتفق مع قيمة مع أبو تمر صح؟ أي. على 500. تميتوا على هذا وبعد ما جيتوا. جوابنا مطلق الفطيماني وطلبوا ضعفين زيادة ودفعتها صح؟ صح دفعتها صح؟ نعم. يعني المعلومة صحيحة؟ المعلومة صحيحة. طيب ليش 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 تروح مني منك؟ لا ما أروح مني منك، أنا أوضح لك الصورة عشان المشاهد والمستمع يدري. نعم. أن التفاوض ما كان مباشرة، كان في رجل وسيط. نعم. ترى هالأمور تفرق. شفت أنا ممكن 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 هم مثلا فهموا أنها نقاط بس وليست ناموس. نعم. ممكن هم فهموا انها بس بيرق، واحنا هذا كانت نيتنا بس بيرق، لكن طلع قانونيا اذا انت استاجرت البيرق اوتوماتيكيا انت تكون النخبه. نعم. هذا الشيء ما كان واضح بالنسبه لنا ولا للي مأجر علينا. نعم. عرفت علي؟ نعم. فعشان تكون الصوره واضحه عشان ما نظلم بس احد. نعم. طيب أنا بخلي موضوع متل آخر شيء. حلو. لأنه جدلي. حلو. والاجتماع اللي صار فيه وكل شيء. خذ راحتك. أنا أبغى أروح معك إلى قعود محمد براك. تم الاتفاق بمحمد براك العصيمي، نفس القعود اللي مغضب. مغضب اللي أخذ المركز الرابع. نعم. كان أخذ الوصيف. صحيح. كان قيمة الاتفاق بينك وبينه مبلغ 1 مليون ريال صحيح؟ صحيح. ليش رفعت السعر؟ أو ليش تغير السعر في القانونية؟ أول شيء هذا أحد القعدان اللي بيض على وجه أبو فهد جابه. نعم. وكان في طويل العمر وقت مفصلي. نعم. كان في حسم الشداد. نعم. فكان في قعودين في الوضح هم اللي حسموا الشوط، المجد ومغضب. مجد المحسن سلطان. إيه المجد أنا أبغى قصتها الحالة. عطني أنت مغضب بس الحين ليش مغضب راح من مليون واتفاق مليون. مغضب دق علي أبو فهد. نعم. قال لي في القعود والقعود كان الاتفاق على 1 مليون فهد في البداية. إيه أقل بعد من مليون. كم الرقم عطني؟ أنا اتفقت معه على الأول 1 مليون. إيه وينزل حد الثاني الثالث الرابع. يعني اذا اخذ الاول 1 مليون. مليون. اذا اخذ الثاني كم ياخذ؟ 700 وبعدها 600 500 على كذا. نعم. الله. نعم. راح محمد براك القانونية. لا في قصة. طيب. قال ابو فهد جايك الرجال، قلت له خلاص كلمه انا موجود في القانونية. حلو. طبعا صارت مشاكل في القانونية سابقا لأن كان الفريقين متواجدين. طيب خلنا بس عشان نوصل عطني قصة القعود وبعدين بقول. هو القصة القعود لها شغل بالقانونية. طيب فصلونا هم القسم وهم لو هم على الشارع واحنا داخل. نعم في الخلف. لا داخل في القانونية الموقعها حاليا. نعم. وهم مسوي لهم قانونية في شارع دهنة. نعم. ففهد قال حق محمد براك مسي عليه بالخير روح القانونية. طيب رجال رايح القانونية يسأل الناس وين القانونية أول مرة يروح، فهو بدل لا يجي عند فريقنا راح طاح بالفريق الثاني. طيب وهني بدت
تغيير الاسعار. كيف بدت؟ انتم متفقين خاصين؟ ايش اللي تغير؟ كلمني ابو فهد قال لي ترى انا اتفقت وياه بالمبلغ الفلاني، ترى الرجال غير والحين يبي المبلغ الفلاني، حاول فيه انه يرجع على الاتفاق الاول ولا بصرك. نعم. وهذا اللي صار. استقبلته عند القانونيه وحاولت فيه. نعم. وشفت رجال ما في. هو الرجال يمنا نكلمه يقول ان شاء الله، اثر الرجال زي ما تقول معطينا علم ومعطي للربع الثانيين علم. طيب يعني انا الرجال زي ما تقول ما يبغى يخسر ذولا ولا يبغى يخسرنا، فهمت علي؟ نعم. وحقه فرصه. اي ما في مشكله، بس احنا كنا على اتفاق. على اتفاق يعني كنتوا في مجلس واتفقتوا؟ لا لا انا كلمه خلصتوا؟ لا انا كلمه بالتلفون. اي خلاص انا بيني وبينه هي انا رفقه. نعم. كلمته ويعني خلصنا انتهينا، بس ان الرجال يطول العمر بيجيه بعد مكالمات من هناك. اي واستغل الفرصه هو. ومعها انا بالتلفون، انا حتى مصر لان الشوط هذاك كان اخر شوط. هو مفصلي. مو اخر شوط. نعم. اذا ما حققنا اقل شيء مركزين راح نخسر الشتاء. نعم. لازم انا الرجال ذا لازم ابغاه انا. نعم. ما فكه. وليش معه بالتلفون؟ وليش قلت له بصرك؟ ليش ما قلت خلص معه؟ لا الان قلت لاني امسكه. ايه؟ امسكه في القانونيه تيسرت الامور، خلاص ما عاد برايح. الا احنا خاصين احنا معه. يعني كنتوا لان الرجال حتى لو طلب اي مبلغ بنقول تم، ليش؟ المفصل عنده. خلاص انتهى الموضوع. طيب. جاك الرجال وصلك في وراح هناك القانونيه اللي كان فيها بالابدان. وش صار؟ وش القصه اللي صارت؟ انا ابو لا اقطع سالفتك، انا مع الرجال بالتلفون. ايه عبد الله في القانونيه يقول الرجال ما جاني. نعم. الرجال ما جاني. وانا اكلمه في التلفون وينك؟ قال انا متجه القانونيه. يلا عجل الرجال في القانونيه. عن وقت انا بعد خايف يغيره. المهم الرجال معنا بالتلفون لين قال خلاص انا عند القانونيه. واكلم عبد الله قلت الرجال جاك؟ قال لا ما جاني. ادق عليه ما يرد. قلت له الرجال عنها تغير. وأدق عليه مرتين ثلاثة أربعة خمس، المهم شوي لين رد علي. قاعد أنا طحت في القانونية حقتها بالإبداع. اللي عنده بالإبداع. طيب. أنا قلت الحين بيتغير الرجال، الرجال ممسكوه يعني عندهم. نعم. يحرجونه. المهم معه بالتلفون قال أنا الحين عند الرجال. تولد قال نعم. قلت خارج عمرك. خارج عمرك وشوف لك أي طريقة روح للرجال في القانونية. المهم معه بالتلفون معه بالتلفون لين خارج عمره، ما ادري كيف خارج عمره وراح لعبد الله. يوم راح لعبد الله قلت امسك الرجال عندك واخلص معه باللي هو به. قال هو يمني انا وياه يقول ميدي مليونين على المركز الاول والمركز الثاني. قلت خلاص يا اخي رح، بس خلاص اللي انت تبي بيصير بس رح. نعم. اهم شيء انك تتجه للقانونيه حقت اللي في عبد الله فيها. ورحتوا جاك في القانونية؟ جاني في القانونية. متفق ب2 مليون الحين زاد مليون. لا حاولت فيه على الاتفاق أول. بس بعد خلص مع الديل ب2 مليون، ليش أنت غيرت؟ حاولت؟ أنا ما حاولت أغير. ايه؟ أنا فهد قال لي أنا بيه لين يروح بس لين. أنا بيه يجي عند عبد الله لا يجي عند وبعد عبدالله. صارت الأمور. ايه؟ أذرك أنت أعبر منه بعد؟ أنا وش أسوي يا ولد؟ أنا قلت المفصل يعني خلاص انتهينا احنا. الاتفاق 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 كان على 700 ولا على مليون؟ على مليون يا رجال، على مليون. المركز الثاني هو لا المركز الاول مليون، المركز الثاني 700 700 600 500 الاتفاق الاول. هذا الاتفاق الاول. لكن بعد ما كلمه فهد قال روح ومالك ابشر. ايه جاني الرجال حاولت فيه، ترى مبلغ مو بسيط يا جماعه. 2 مليون مو بسيط. وبعدين هو طلب مو 2 مليون على الاول، طلب 2 مليون على الاول والثاني. ايه فهمت كيف؟ مو تدريجي يعني ناخذ الاول وناخذ الثاني. ايه مدفوع. ايه وبعدها نزل يمين يسار، حاولت فيه مليون ونص. عقب جام شفت اتصال جه وقريت له اسمه وعرف الشخص. نعم. يحاول فيه. نعم. المهم الرجال تخلص منه سكر، قال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو يقول له ودها بالابدان ودها بالابدان. ايه يوم شفت هذا قلت ايش حق اكثر الكلام، قلت تعال يلا توكلنا على الله ويجيب عقد
سوي عقد القانونية. قال حق القانونية حطوا الأسعار في القانونية. قال القانونية ما نقدر نحط أسعار، ما ممنوع، احنا ما لنا دخل في أسعاركم. نعم. وجبنا عقد من برا خارجي. خارجي. نعم. سويناه ما عجب العقد، جاب عقد ثاني وجاب عقد ثالث. وخلصتوا. خلصنا. طيب. قصة الانفصال بين الفريقين. نعم. في من دائرة قانونية واحدة إلى دائرتين قانونية، كانت العرفة الفردية الشهيرة. العرفة أو هادي العمور، ماني ذاكر. العرفة أو هادي العمور. العرفة. نعم. اتفقتوا بسعر، في القانونية تغير الموضوع، زدتوا أسعار. شوف مسي عليه بالخير اخوي، مسي على مهن المزروعي. اي والله ابو هاني نعم الرجل. زرت انا في محله وكلمته على العرفه، وعدني خير، وبعدها كلم الوالد. نعم. وبعدها تواعدنا في القانونيه. نعم. واظن متفقين سعر معين، لكن ما يحضرني بالضبط كم كان. فوق المليون؟ لا لا أقل. 500؟ هالحروة 500، 500 فوق شوي، أنقص شوي. نعم. وبعدها كلمت أبو هاني، ويوم كلمت أبو هاني يعني حسيت أن صوته يعني في شيء. نعم. ومستحي مني ومنحرج مني، وانا ما ادري للحين شو الموضوع. انا ادري ان جايين للقانونيه، وان شاء الله انا بخلص انا وياه خالص انت. اي واتذكر انا جاي من الرياض، كان في الليل. نعم. الساعه 7 في الليل. المهم يوم جاء ابو هاني، طبعا القانونيه في مكتبين مفصولين متقابل. اي هم هناك احنا هنا. واللي صار ان ابو هاني اتوقع قاعد تجي الاتصالات من الصوبين. وهو يمكن كان موعد الاثنين، ما ادري. لكن يوم دش انا شفت عيون الربع اللي جيراننا تلاقت عليه. من هم جيرانكم؟ اخواننا باللبدان. اي. باللبدان ما كان موجود. اي. المهم انتبهت حق النظرات، كان يعني نظرات كانه هذا منصوبنا او شيء من هالنوع. وسلمت على ابو هاني وقعدنا انا وياه، وشفت للحين واحنا داخل ونسولف انا ابو هاني وهم يناظروننا. نعم. المهم قام يقول بس انا كانه يمهد لي. قلت له كم ابو هاني؟ سكرت الباب عشان ما يصير اي تاثير خارجي. نعم. قال لي والله المبلغ الثاني. كم المبلغ؟ 1.5 مليون. يعني دبل 3 مرات. تقريبا. طيب. قلت له تم. ما تكلمت وياه ولا كلمة. واسمع كلام من خلف الباب. وش هو الكلام؟ يعني انه هم يبون يجي صوبهم او يكلمون الناس اللي في القانونية يقول لهم ترى احنا اللي متفقين وياه، شيء من هالنوع. يعني صار شوية لغط. ما هو شيء كبير لكن صار لغط. نعم. وعقبها صارت حادثة هادي العمور، صار فيها لغط كبير. أنا ما كنت حاول. نعم. خلني أروح للقعود عرائر. نعم. قعود عرائر استاجره باللبدان، وحاولت التأثير على مالكه، كان يبحث عن طريقة للتراجع ولم يستطع. اول شيء مسي عليه بالخير اخوي ابو عبد الله. نعم. طبعا هو ما كان باللبدان في البدايه، كان لنا. نعم. كيف كان لكم؟ انا اقول لك، كان القعود عند بنايف الدبل. اي. وانا استاجرت فرديته. نعم. لخط الخامس. نعم. وبعدها صارت ضغوطات. كيف ضغوطات؟ أظن ضغوطات قبلية، كن واقعيين يعني باللبدان بن عم وإلى آخره.
بس كانت اللعبة لعبة مصالح. طلب أبو نايف أني ألغي العقد. نعم، كم كان قيمة العقد أول شيء؟ العقد على كان على مراكز، كان على مراكز يعني على حسب الجائزة، على حسب رقم الناقة، رقم الناقة الجائزة مثلا 500 400 300 200 100. لأن شوف كانت الأسعار معقولة ومنطقية في الفرديات في البداية. لما وصلنا القعدان قامت تصير معقولة ومنطقية، وانت خلصت 10 فرديات ب 4 مليون ريال. شوف هذا كانت مليونية من البداية. صح، بس كانت الباجي الأشياء اللي يعني اللي ما عنده بلوك، اللي عنده مثلا فردية واحدة إيه؟ على الجائزة غالبا 500 400 مليونية 10 400 ألف. نعم، بس انت تتكلم على 4 مليون. اي بس ما اخذ 10. نعم، بس المراكز فيها 5. نعم، بعد يعني 5 اضافيه. صح واخذ اربع مراكز، واخذ 5. هو كان هاجي انه بياخذ 5 اي، ودخل ب 10 وانا استاجرت العشر كله. نعم، الشاهد جاء طلب مني اني الغي العقد. نعم، والقانونيه اذا انت وقعت وابرمت العقد ما تقدر ترجع فيه إلا إذا الطرف الثاني وافق، اللي هو أنا. نعم، أنا طبعا أكون صادق وياكم، رفضت. أه؟ رفضت، أنا وقعت ورفضت، وهو جت ضغوطات الأمانة عشان نكون صريحين ورفض. وكان قبل الفردية أو توقيت الفردية القعود ذاكرة فهد. نعم، كنا متفقين على كم؟ 700 ألف. كان سباع مصورة صح؟ إيه، مصورة فيديو. ما أدري والله. لا هو جاني أول الدبل. إيه، جاني طول العمر وحنا فايزين، والله إني ما أدري وش، حتى جاني في وقت الفوز. نعم، جاني دق علي قال أنا أركب معي أبغاك، يلا وأركب أنا وياه. قال عندي قعود بيصلح، وأركب أنا ونجي ونشوف القعود. دخلت على القعود قلت شاركين، قال يوم تيل خلاص توكل. كم اتفقنا على 700 ألف؟ نعم، طبعا ابن رعير ابن فادي رعير ما كان موجود، ما ادري انه ابن رعير. نعم، مره. نعم، قعود اللي ذاكره لي الدبل. نعم، اتفقنا مع 700 ألف على الاول. نعم، الارقام الثانيه عاد تنزل. خلاص انا معه، كلمت سباح قلت اتجه الحين انت و ونايف وقع في القانونية، خلص مع الرجال، احنا حصلت لازم توقع على طول. نعم، عشان تخلص. المهم دقيت حسبه وقال خلاص، دق على ابو نايف قال خلاص. المهم شوي لا والله ما عاد رد علينا، شوي انتظروا. المهم درنا الوضع جاء في ضغوطات، جاء في ضغوطات، ولا احنا خالصين ترى قبل كل شيء. بس معلش فهد، انت اليوم تتكلم عن الدبل ما هو مالك ولا هو وكيل، انا ما ولا له علاقه اصلا في يعني، ممكن رفيقه، انا ما ادري في الاخير ما يقدر. القعود كان عنده ابو عاد، انا ما ادري هو ما عنده في العزبه. القعود كان عنده الدبل، استلام المشارك الدبل القعود. اي حتى انا ما نشته من هو، انا ما ادري القعود باستلام الدبل. لا عرفت هو اسمه لانه هو اسم الامير سلطان، ما ادري والله بل عليه هو اسم الامير. نعم، بس انا ما ادري الدبل اللي جابني له، خلاص توقعت انه له. ما قال لكم اذا قعود ابن عريال؟ لا مره. طيب، بس انا اتفق معي، يقول انا اللي هو اللي قال لي، قال ترى القعود مو بلي انا مفوض عليه، خلصت معانا. طيب، ما رد الدبل، واستاجر حمد بالبدال 1 مليون ريال. ما ادري والله كم السعر. وهنا بدات مفاوضات من سباع مع بن الريعر، الظاهر بمليون حتى لو ما ياخذ الاول. ايه، ما ادري والله عن اتفاقهم. لا انا اقول لك ما ادري، بس هنا بدا سباع يفاوض ابن الريعر انه رجع القعود وخذ مبلغ اكثر. شوف، كان بدراية منك الموضوع. شوف، أنا قابلته. إيه، والرجال لحيت نغانمه. استاهل. أنت يا ابن عرير. إيه، والصراحة استخرنا عن شيء من هالنوع.
للأمانة. بس كان فيه. لا لا. يعني عبد الله اليوم انت وعدتني تكشف كل الحقائق. بكشف لك والله بكشف لك. كانت تتبلور فكرة من هالنوع لكن والله استخرنا. لكن متى فعليا اسباع بالمفاوضة والرجل لا ردد ورفض في الأخير؟ الله حنا شرحنا له الموضوع. نعم. وقلنا ترى حنا اتفقنا وكذا كذا لكن هو ما كان موجود. بس هو قال عبد الله عشان نكون واضحين مع الناس هذا اليوم ما نتحدث عنه هو شاهد للعصر أكيد. وشاهد على الماضي. نعم. أهل الزجداد صحيح كل معلومة محسوبة. نعم. يعني اليوم لما يجي رجل يخلص 1,000,000 ريال ويجي أخوي من الصوب الثاني على قولتك زين يقول خذ المبلغ الفلاني وبدراية وبعدين الرجل يتقدم خطوة وبعدين يرجع يلتزم بكلامه. لا 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 شوف ما كان في ما كان استخارة. لا لا كان هو لا اللي لا رفض. بعلمك ما كان في عرض إنه أخذ المبلغ ولا تشارك. لا كان في إنه لا وقف العقد وخذ لا لا المبلغ. لا لا الرجال كلمناه شرحنا له الوضع وكلمنا ناس من بني خالد وكلموه وشرحوا له الموضوع انه شنو صار مع الدبل. نعم. لانه كان في اتفاع مسبق وهو قال انا ما دريت. نعم. صحيح طرت نواة فكرة سحب القعود لكن ما هو مبلغ مادي الأمانة. بيش طيب؟ لا انه ترى صار هاللخبطة في الموضوع والموضوع موضوع اشداد لكن بالأخير والله العظيم اذكرها في ليل. نعم. وتقابلت أنا وياه في ليل؟ إيه وقبل مشاركته. لا بس أنت ما قبل مقابلتك أسباع من دبوس هو اللي فاوض هو اللي زاد في المبلغ. والله شوف أسباع هو اللي كان يكلم أبو عبد الله صحيح. أسباع هو اللي قال لي ترى هو هذا راعي القعود وكلمه وتفاهم وياه إيه بس هل في مبلغ؟ لا لا سنة معلومات المؤكدة تقول في مبلغ زيادة أكثر من 1,000,000 عاد والله أنا أقول لك شوف أنا ما أقدر أقول لك شيء أنا ما أعلمه. نعم ولا أقدر الحين أدق على أسباع وأتأكد منه أصلا يعني في أمور واجد ما إحنا ما ندش بتفاصيلها. قال الرجال كذا كذا وحاول فيه أنا لاحظت حاجة عبد الله معلش مع احترامي الشديد الحاجة اللي ما تعجبك تقول أنا ما عندي تفاصيلها. لا والله لا 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 والحاجة اللي تعجبك لا لا أنت قاعد تقول يعني أنا قلت لك كان هذه المعلومة مؤكدة. لا لا أنا أقول لك في نواة فكرة سحب القعود من المشاركة موجودة وتم التفعيل من قبل لا والرجال ما تدري أنت بس أسباع فعلا اتخذ هذه الخطوة. ما أدري كان في مبلغ ولا ما كان في مبلغ هاللي عرفه حسب علمي. نعم. والرجال أكيد سحبها من المشاركة إنك ما أنت بساحبها والرجال دافع 1,000,000 لا 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 دفع أكثر بتلغي العقد الأول. شوف يا طويل العمر المهم بالنهاية إحنا نبي شنو صار بالنهاية. صار في حوارات وأخذ وعطاء بالنهاية قلت حق أبو عبد الله الله يبارك لك وفالك الأول وفالك التوفيق توكل على الله شارك بقعودك. لكن أنت حاولت إنك إنه يلغي المشارك إنه يلغي أنا شخصيا ما حاولت إنه يلغي العقد. يمكن سباع حاول صح صار فيه كلام أنا ما حاولت ألغي العقد. ويوم جاني شارك سباع وضع له صورة إن ترى حنا اتفقنا ويا الدبل 700,000 والدبل حاول يلغي العقد اللي معانا بسبب ضغوطات لا بسبب 1,000,000 ريال. ليش ضغوطات؟ ليش السبع اليوم رجل مو 1,000,000 ريال مو اتكلم عن مبلغ اللي انت اتكلم الشعله اي ناقه الشعله اي قدهم كاتبين عقدهم منتهي منتهين قدهم اعطيهم كلمه اي وبعدين جاء موضوع القعود واتفق ويانا وبعدها ما قام يرد على تلفوناتنا. هذا كان الموضوع وانا اقول لك حنا يا ابو عارف حنا اول من استاجر القعود حنا اي هذا اللي يقول اي بس انتم استاجرتوه من رجل وسيط. طيب هو موكل عليه نفس موضوع ابو هو كان بيروح ويانا القانوني هو اللي اجر بالابدان نعم هو اللي اجر بالابدان ترى اي ما ابن عريعر ما كان في الموضوع مره هو يقول انا ما هو اللي كان مسؤول حتى هو بيني وبينك تاخر عليه العيال ما في شيء بيني وبينك بعلمك انا التلفزيون انا ما عندك مشكله انا تاخر العيال عليه بالدفع حق الفرديه نعم كلمني
قال الربع ما حولوا لي. قلت انا كلمت الربع قلت الرجال معطيني كلمه حولوا لي دراهم. نعم. الرجال كانوا بيمسكونها عشان القعود. قلت لا لا الرجال معطيني كلمه حولوا لي دراهم. خلاص. بعد ما حولنا الدراهم راحت الامور. والله صدق. هذا شوف اللي قال لك اياه. هذا صحيح هو اللي صار يعني الرجال متفقين هم وياه. نعم متفقين وخالصين على البكره والقعود. نعم جت امانه لكن جارة الناقه. لا يا ابو فيصل انا اقول لك انا اقول فيصل في اتفاق واحد اتفاق وكتابه عقد على البكره وخلصت مكتب مكتوب عقدها وخالص ناخذت الاول ب 500 الى الخامس 100 هذا الاتفاق اللي انا نحله والقعود بعدها جاء والرجال ذا يقول عندنا فوز فايزين نفوز يقولوا جاء وناداني وقال اركب وروح كنوي الرجال جاني في محلي انا يعني حتى نعم. عندنا ناموس بس والله ما ادري احنا طالعين من الصاله هذا كلامك انت حتى معي واحد من العيال قال الرجال اي وركبت معه ورحت انت وياه وشفت القعود نعم واتفقت انت وياه على 700 خلصنا خلصت انت وياه على 700 مره وقال القعود ما هو وقال القعود ما هو لي خلصنا احنا خلاص يعني اليوم كلام بثمن هو العقد التوثيق بس ربع العقد التوثيق يعني مثل قعود محمد براك مثل قعود محمد براك كنتم متفقين مليون انا بعلمك بعدين صار مليونين انا بعلمك بموقف نعم موقف بطولي والله اقولها على الملأ لا لا برجع انا بعلمك انا بعلمك انا بقول لك انني لا اتفقت خلاص وقف رجع عند كلمت نعم نايف الشيباني امسي عليه بالخير نعم قبل الكل نايف بن قرعان لا مو بن قرعان نايف بن شبيب نايف شبيب الشيباني الشيباني جاني وعرض علي القعود نعم جيته واتفقت انا وياه قبل كل شيء جيت عند عبد الله قلت يا عبد الله قال نعم تعال موقع مع الرجال ذا القعود بياخذ الاول صحيح يا عبد الله صحيح اي لون في الشقح والقعود صحيح القعود طيب خلص مع الرجال واتفقنا ب 700,000 نعم ما وقعنا عقد باقي لا اصحح لك ابو فهد ايه صح كلامه اتفقنا ويا الرجال ورحنا اتفقنا ب 600,000 او 600,000 واتفقنا على المركز الأول 800,000 نعم وجاه بعدنا على طول نشمي ضويفي نعم وحاول فيه وعطوه زيادة وجوه على البوابة وقعنا العقد وعطوه زيادة الرجال عيّ رفض مرة قال أنا كلمتي واحدة طيب تعطي 800 هذا علم طيب الله وجهه وعلم طيب هو الموضوع محسن سلطان نعم طبعا محسن سلطان رجل تربط علاقة كانت ممتازة مع حمد بن لبدان صحيح حصل بينهم خلاف صار بينك وبينه تواصل طلب 2 مليون على المركز الأول وافقت أنت وانت تدري أن القعود ما راح يأخذ الأول صح؟ شوف يا طويل العمر أولا أنا ما أعلم عن أي خلافات بينه وبين بن لبدان الأمانة الشخص أنا ما كنت بس فهد ممكن يدري صح؟ بس فهد ما يدري عن الموضوع لا يدري وقت ما لا والله ما يدري العلم ما الشخص نعم إن أنا رحت وشفت قعود وقعود محسن سلطان ما يدرون دقيت بشرته وقلت ترى أنا خلصت المجد ولا ما يدرون عن الأمور اللي صارت أمور سرية كان في شخص أنا استأجرت منه قعود اللي هو أشعل اللي هو اللي هو مسي عليه بالخير عبد المجيد الجريسي نعم استأجرت منه قعود ممتاز لا أول شيء شوف سبحان الله شلون الشيء يجيب شيء الرجال وصلني حق نايف الشيباني نعم ورحنا شفنا القعود ورشح فهد وما لقينا نايف نعم عقبها أنا تواصلت ويا نايف ورحت سووا لي غداء وكرموني ووقعنا العقد وطلع تصويري وأنا وقع العقد نعم معه نعم عقب نايف قال لي ترى في قعود قوي امشي نروح له ورحنا له كان شوي بعيد هذا نايف نايف شيباني ما هو الجريسي رحنا عند الجريسي اي لقيت عنده قعود اشعل نعم اظن على غرنوق نعم واستاجرته منه نعم شوف الامانه اذكر الرجال هذا الامانته استأجرت من القعود بمبلغ مقطوع كم المبلغ؟ 600,000 نعم إذا رقم ولا رقم ولا ما رقم؟ إيه 600,000 نعم
وعقبها بكم يوم دق علي وقال لي في قعود خطير اوضح. نعم. وتواعدت انا وياه ورحنا عند محسن سلطان، اول مره اقابل محسن سلطان. نعم. شوف له ما شاء الله تبارك الرحمن قعود يعني ما يحتاج كلام. طلب مني 3 مليون. نعم. بداية طلب مني 3 مليون على الأول. والأمانة الرجال حمسني. قال لي أنا أبي 3 مليون على الأول وباقي المراكز ما أبي شيء. نعم. اتفاق يمين يسار يمين يسار. استفزعت الشيخ عبد المجيد. نعم. وصلنا ل 2 مليون. نعم. وباقي المراكز ما له شيء. مجاني. مو مجاني يعني هو يعني باقي المراكز ما تدفع لي شيء ما ادفع لما اخذ الاول يعني يراهن الأول. يراهن عليه بالاول. نعم. انك تبنى اخذ الاول ان بياخذ الاول وتعطيني مليونين وما اخذ وما اخذ الاول نقاطه لك بدون فلوس وقيمته غاليه في ذاك الوقت. ايه لانه هو مسبق لشوط القعدان بفتره للوضح. ما بعد حصل ما بعد حصلت هالمبالغ خياليه. المبالغ هذا لا خياليه. نعم. فقلت له توكل على الله واتفقنا. وهذا حادثة محسن سلطان، لكن أدري أن في مشكلة بينه وبين باللبنان. لا والله ما أدري بس لكن هل هالظروف ليش غردت عن هالقعود تحديدا بعد ما درت أن في خلاف بينهم؟ لا 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 عجبني الموقف. عجبني الرجال. رجال كان أبي على الأول غير الأول لا تعطيني. وين جاي القعود؟ بس أنت شايف عرير قبل صح؟ لا أنا ما شفته أبد ما شفته. يعني اتفاق عرير والقصه اللي سولفنا فيها قبلها كانت انا ما شفت عرير، شاف الرجال اللي جنبك. اي فهد قالوا لك انه الاول جابه حول. لا قصدي وين جافي وين ثالث 3 مليون. الثالث 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 ولا دفعت شيء اخذت نقاطه بدون شيء. هو خذ جائزته. اي الجائزة وانت اخذت نقاط مجاني وانا اخذت نقاط مجاني. كانت لعبه مغامره. كانت لعبه مغامره. ادفع مبلغ كبير لو فاز اخذ دفعت مليون. لو فاز دفعت هو الرجال اصلا كان طالب رقم خيالي يعني وقتها المبالغ 600 800 جاء الرجال قال ابي 3 مليون. طيب بعدين تفاوضنا ل 2 مليون. طيب خلينا نروح ال اي ما كمل سالفه عبد المجيد. اي تفضل. بعد بعد ما خلصت وقعوده الاشعل ما رقم اسم المصك المصمك 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 نعم هذاك حق بن عودة المصك. المصمك يا بن عودة. لا المهم. انت بالشين كله عند بن عودة. لا والله لكن ما رقم ما رقم القعود حق الجريس. ما وعدت بعد المزاين يمكن 10 ايام ولا جايتني رسالة ولا المبلغ نازل في حساب من عبد المجيد الجريس. يعني رجع على طول. تفضل. هو يقول ابو مبارك يقول فيه تحالفات قبليه. نعم. وفيها فزعات صح ولا لا؟ نعم. كلكم طرفين كلكم. لا انا ما عندي تحالفات. محمد بن حمدان جاب لك بكرتين على المعنى عند الباب صح لا ولا لا؟ لا لا قول لا اله الا الله. سم. قول لا اله الا الله. في تحالفات عادي ترى هذا امر سهل ابو مبارك. قول لا اله الا الله. العموم العام كلها لا لا برد عليك. ما يصير تقول لي شيء وما تخليني ارد عليك. لا بالله بسمع منك. اول شيء قعود مشارك فحل وانتاجه. نعم. كل الناس متعودين عليها. احنا عطينا من قبل. نعم. عطينا آل دبيان عذاب سنتين. عطينا برحيمة. هذه ما هي تحالفات. هذه ما هي تحالفات. هذه حق. هذه حق وحق بعير وحق. نعم. وحق بعيري. لا ما هو تحالف. انا اقصد العموم. وبعدين كلكم العام. كل ما في تحالف. انا ما اخذت نقطة مجانا يا اخوي. هذه حق يا ابو. انا اذا جبت لي نقطة واحدة اخذتها انا مجانا قولي تحالف. والله ان ما في نقطه واحده ما دفعت فيها فلوس. يمكن اقل نقطه اقل كم كان اقل سعر؟ 100,000 ريال. هذه قيمه سوقيه للنقطه الواحده. لا اقل سعر. اقل سعر دفعته على 4 نقاط 100,000 ريال. احسب كم يعني ب 25,000 النقطه. 25,000 النقطه. انا ابغى اسالك عن منتلا. نعم. نقطة التحول في اجداد أو من ضمن نقاط الدعم
اللي انهت شداد بشكل قوي وصار اختلف وياك سب اختلف وياك. انا اعرف انه نقطة التحول اللي هو قعود مغضب و او النهاية، هذا خط النهاية، بس من تلة هي اللي صار عليها لغط والناس حسبوها بالشكل المختلف هذا. بقول لك شوف كل نقطة كل نقطة كان لها تأثيرها في الشداد وكل نقطة كانت فارقة. نعم. ليه أتذكر كلام أبو سلمان قاعد يقول لي ترى الشداد بينتهي على نقطة، وأنا كنت يعني استغربت الموضوع، وفعلا وصل الحماس لهالدرجة النقطة تفرق وياك. نعم. من تلة كانت عندي رصيدي 26 نقطة من مشاركة مفاريد الصفر، أخذت الأول والثاني. نعم. وبعدها جت من تلة. نعم. اللي هي 15 نقطة، يعني عندي حروة 40 نقطة فقط، فهي جت في بدايتها. نعم. وليس في نهايتها. نعم. نزلت نقاطها بدري ترى. بدري حيل. جدا. جدا. بدري بدري. بدري نزلت. كان اللغط اللغط عليها. كم؟ كان مواصل نقاطك من تلة. وصلت 40 نقطة. بدري حيل. يعني بدري يعني ثالث أول ثالث ناقة كانت من تلة. ثالث ناقة من تلة بعد مفاريد الصفر. ايه؟ من تلة. حلو. فهي في البداية. حلو. ترى هذه المعلومة مهمة. نعم. الناس ما هي بواعية ولا نعم. مدركة. ولو ما عندي مثلا من تلة ومهقوتني إني أفوز أو أضمن الشداد يمكن جبت نقاط 15 بدال من تلة. ما هي صعبة. نعم. لكن هذا الواقع وهذا اللي صار. نعم. لكن هي صارت على قولتهم مشاشة الأمانة. إيه. ومن تلة كانوا يتفاوضون وياي عليها ناس، لكن أقول لك شيء بعد. إيه؟ المفروض أنا اللي أزعل على استثناء من تلة. ليش ما استثنيتوا لي النادي بكرة صفرة؟ مفروضة صفرة. شبي أنا بالمجهم. لا هو الاستثناء. دقيقة. أنا فاهم الاستثناء عشان الرجال اللي شراها. والله اللي فاهم. واضح واضح. أنا واضح واضح. وأدري نية ندري نية أبو سلمان شنو. نعم. وتحفيزه ودعمه. كبداية أول أسبوع بالمجاهيم ووضعها يعني أول ثلاث أيام أو أربع أيام بعد. هو ما قصروا أهل البلد كله مو بس الرجال هذا، لكن لو كان أحد مثلا المفروض يعني قلت أنا أبي صفرة على الأقل صفرة استفيد منه. نعم تخدمك في ذو. نعم. لكن من تلة كانت في البداية. نعم. ثاني شيء طويل العمر بعد ما حسم الشداد حسابيا وليس إعلانه نهائيا. نعم. في نص المهرجان أعتقد. بنهاية المهرجان. نعم. بعد شوط قعدان. نعم. تقصد إيه عدل عدل. وارجع للشكاوى في القانونية. أي. هني. هنا. صار موضوع من تلة ولا ما سمعنا لها حس طول الفترة. طيب هنا صار في لقاء بينك بين حمد بن لبدان والمدير التنفيذي أو نائب المشرف العام المهندس بندر القحطاني. صحيح. وش صار في هذا اللقاء؟ هذا كان اجتماع أول مرة يعني نلتقي في أبو ثاعي. أنت؟ أنا والوالد. نعم. طبعا بندر أبو علي مسي عليه بالخير. نعم. طلبني أنا. نعم. وأنا حسيت أن الموضوع ثقيل فاستعنت بالوالد. نعم. كان أبو علي يطلب فتح مجال لاستئجار منقيات. نعم. منقية زيادة. هو كان القانون شو يقول؟ أول منقيتين تحسب لك. نعم. وبعدها فالصو. نعم. أبو ثاعي استنفذ منقياته، خذ الأول والثاني. نعم. أنا مستوعب هالموضوع ورحت أدور أجار منقية تأخذ أفضل من الرديفة حقتي. نعم يعني 80 درجة. نعم كنت أبحث عن 80 درجة ولا 72 أنا متوقع أخذ ثالث. نعم. اللي هو 62. نعم. فكان هذا الاجتماع بطلب أبو علي ورحنا اجتمعنا وكان موجود أبو ثاعي وكان أحد إخوانه موجود وياه وبثينا في الموضوع. طبعا احنا رفضنا الفكره تماما. صار نقاش بسيط وابو ثاعي قال الفرق واجد
ما له داعي ندش بهالموضوع، وكان راي يعني شخص حكيم للأمانة. نعم. ما له داعي. عقب سأل أبوي سؤال، قال أسألك بالله وأنا أعرفك وثق فيك، من تلى على ذمتك على حظك؟ أسأل أبو ساعي. أبو ساعي يسأل الوالد. مضبط. إيه. قال من تلى على حظك؟ متى وقتها هذا يا أبو؟ متى الوقت؟ الاجتماع. لا لا لا، متى وقتها وكم النقاط وش الوقت؟ هذا قريب الأشواط النهائية، الشعل والصفر، لأنه كان ناوي يستأجر يمكن. يعني ما بعد استأجرت وأنت والمنقية حقتها في طيماني؟ قبل استأجر في منقية في طيماني. نعم. لا يمكن أنا مستأجر أو في مفاوضات. بس ما بعد شاركت. ما بعد شاركت لا. إيه نعم. ما بعد شاركت. مضبوط، لأن هذا بعد ينفع أن الكلام هذا منتلة فيها عليها نقط. نعم. واجد. سأل الوالد قال له البكرة على حظك، هذه كلمته بالضبط. قال لي على حظك. إيه على حظك مشترى. على حظي مشترى. لأنها في البداية كانت أجارة. كانوا كان يعني منتشر الكلام أنها عند بالنادر وبالنادر فزع بها. يعني كانت كذا الفكرة اللي منتشرة. لا لا، البكرة دراهمها وشريحتها وكل أمورها. نعم. تحولت مني أنا. نعم. لا دش فيها استئجار. طيب قصة منتلة. مشترى منتلة. فهد بن جختب هو كان دكتور الموضوع. مش من ناحية إيش؟ إنها صفقة منتلة. قناع متعب. لا لا، علمها عند عبد الله. طيب من اللي كان مع متعب في السيارة يوم تجيه اتصالات؟ أنا أقولك. العصوف. أنا أقولك. أنا أقولك. نعم. في أخ اسمه أبو عامر، عبد الله عامر الدوسري. نعم. حلو. وكان في متعب. نعم. اتصالات العاصوف جت قبل لا نوقع في القانونية، وجت متعب مباشرة. نعم. ومتعب ما كان يرد ودق عليها. كان معك في السيارة هو ولا كان مع فهد؟ لا لا، فهد مو موجود. فهد ما فهد خارج حساب. لا لا لا، لا لا ما هو. طيب. ما هو موجود في موضوع من تلا. ما هو ممتاز. جاء واحد من عيال عمي من الفضول وقال لي ترى البكرة هذه موجودة ونقاطها متاحة، واتفقنا مع عبد الله عامر، وعقب عبد الله عامر نسق ويانا ويا متعب. نعم. كم كان المبلغ؟ 3 مليون. 3 مليون. نعم. نعم. ورحنا القانونية ووقعنا عقدها، وجت اتصالات العاصوف بعد ما انهيت التوقيع. جت اتصالات من العاصوف. ايه؟ وحاول انه يقول اللي اعطاك الدبوس نعطيك دبل وغير كذي. قال له خلاص انت ما تبي تحولها مثلا، اذا في قبل كان في مشاحنات بين بلبنان وبالنادر. نعم. اذا انت ما تبي تحولها مثلا، يعني اذا في شيء شخصي ويا بلبنان، في شخص اسمه نشمي ضويفي. ايه. حولها باسمه. يعني على قولته الرمح هذا ذا مو لي، ما انطعم فيه. هذا كانت الاستراتيجيه يعني كانوا يمشون عليها. نعم. خلاص هذا مو بالابدان. نفس ما سويت انت في اليوم. لا بالضبط بالضبط، نفس حق مشروع. حق مشروع ما اختفي. فهذا كان موضوع منتلة. عقبها وقعنا احنا في القانون. لا لا، بسال انا بس في نخبه النخبه. قولي بعد. اليوم تتوقع في ظل وجود مركز وصافة أنه هروب المنقيات القوية من الدخول، هل هذا يعد هروب من المواجهات؟ هل في ترتيب واتصالات؟ هل في تنسيق؟ ترى أبو بعدين بعدين في سؤال عبد الله. في الوصيف وفي المركز الثالث للنخبة. نعم. بقول لك شيء. نعم. اولا في ناس انا ما تربطني وياهم اي تواصل. نعم. واظن كانت عندهم نيه يدخلون في النخبه. طيب. اللي هو اللي خذ الاخ بدر بن ضمنه. اي. عزل حلاله وما دخل بقعود. نعم. ومرشح حق نخبه عنده 20. نعم. بس كلها كنت مأجل. بس ما عندي انا تواصل وياه. ودك يدخل؟ اي. لا اقول يعني ممكن هو مرشح انه يدش النخبه، اتمنى ان يكون موجود مثلا. ليش اخترت بدر؟ ليش ما قلت احمد؟ اللي هو اللي مرشحين. انت تقول لي انت تقول انت اتهمتني انه في اتصال وتنسيق. انا احمد فيه تواصل وياه، فممكن انك تقول لي والله فيه تنسيق بينك وبين احمد مثلا.
بس الاخ طيب ترى بدر من ضمنه ما بيني وبينه تنسيق. عبد الله هو ماخذ الاول، عبد الله واحمد ماخذ الاول. انا في كثير يجيني على حسابي في تويتر اسال الدبوس من هو اللي اتصل به وقال لا تجينا. خلاص اليوم صادق الرجال استغل هالنقطة. وأنا ذكرت لك فئتين اللي اتصلوا فيني، الخمسين والثمانين. خمسين والثمانين في الاجتماع في آخر. ممتاز. الثمانين أنت ما عطيتهم، من اللي من أهل الخمسين من عطيتهم؟ أهل الثمانين اللي اتقوا عليكم أنت جيتهم. ما راح أصرح في المراكز المتقدمة، ما راح أصرح. عطني لا لمح، قد يكون وقد لا يكون. أنا قلت في الخمسين ولا راح أصرح. يعني ما راح تقول اسمه. خليتهم تقدير ولا غيره؟ والله تقدير. استفادته من عدم دخولك عبد الله؟ ما أدري. تعتقد؟ كل العشرة استفادوا. كلهم مستفيدين. أكيد. حتى ال 11 استفاد. ليش في العشرة؟ دخل. أنا أكيد باخذ مركز لما أدش ال 50 باخذ مركز. الحين تقول لي أول ولا ثاني ولا ثالث ما أدري وين مركزي، لكن حتى ال 11 دش. يعني كويس، يعني احنا الحين يا فهد الرجال كان حاطها في فئتين، الحين حصرها في فئه مع النخبه بيعلى الاسم، انا متاكد. كيف؟ المره الاولى قال الاتصال اللي جاني من فئتين 80 يا مشارك في ال 80 ولا في ال 50. الحين بتضيف فئه. الحين 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 ضيق الخناق مع النخبه بيقولنا الاسم، انا متاكد. عاد ما ادري، العلم عنده، الاسم عنده، انا ما تعرف انت. الله يا اخو كلام لا، هو يقول اتصال بينه وبين، انا ما بس يمكن اكيد قال لك. اتوقع يا اخوي، لكن هو تتوقع لو جاء؟ يعني انت عطني شوي كذا تحليل. تحليل توقع ايش؟ يعني هل اسم ممكن يكون من الثلاث مراكز الاولى؟ ما ادري انت تتوقع، انت تقول لي توقع مركزه يعني لا جاء ولا كيف؟ لا 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 انا اتوقع انه الرجال اللي قال له لا تجي الثلاث المراكز الاولى ولا من المتاخرين ولا سابع وثامن، يمكن انه العاشر علشان ما يطلع برا. والله ممكن، هذا تحليل منطقي. إيه؟ تحليل منطقي، انا مؤمن فيه. اعطاك الغمزه يعني صرفتني. طبعا ابو مبارك الدبوس انت اسم كبير في وعملاق في عالم الصفر وفي المهرجان ككل. شد من الوان اي اليوم شفنا دائما الدبوس في حضوره في فوزه نجد وهج. اليوم انت تقول الفوز بارد، هل الوهج في فوز دائما الدبوس يستمده من وهج المنافس له؟ شوف مثل ما شفنا في صفر البداوه شفنا فيه وهج، هل الوهج هذا يستمد الدبوس من المنافس له او المنافسين له؟ يعني اليوم شفنا باهت ما في اضواء فوز الدبوس. ما اخفيك اليوم احنا فرحتنا بفوز منقية حمود اكثر من فرحتنا في فوز منقية الاساسية. اكيد اي منافسة هي اللي تخلي الفوز طعم، يعني مثلا اشداد العام لو ما في منافسة ما في واحد يقول لنا طعم. يعني بالحقيقة اشكر ابو ساعي سوى منافسة شرسة للأمانة، يعني انت عطى الفوز، عطى الفوز طعم. يعني اي مبارك تستمد وهجك والاضواء من المنافس لك؟ لا مو منافس، لا ما استمدها من المنافس لي. هل اكيد لا المنافس يوم تقول بارد الشوط؟ لا بقول لك شيء، المنافس لو ما لقى منافس ينافسه نعم ما راح يلقى له وهج كذا. احسنت صحيح. طيب علي هو من الصوبين. اقول لك شيء يعني ايه، يمكن انا ناوي اصلا ما ادخل في جداد من العام. هو كلام لا كلامك بعد الاجتماع. لا 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 مو صحيح. انا ناوي في خاطري او في نيتي ما ادخل الجداد من العام. ازيدك من شعر بيت وهذه صحيح ومليون في المية. بعد شوط قعدان الشقح والحمر ويعني صار الموضوع اشتد في الجداد، دقيت على الوالدة الله يحفظها وقلت لها طالبتش تدعي لي أن الله ييسر أمري ووفقني في هذا، وأنا خلاص يعني ما عادني يمكن مشارك في الاجتماع. ما عاد إيش؟ ما عادني مشارك. هذا كلامي. الكلام هذا متى؟
في وسط المزايا في وسط الشداد العام بعد شوط القعدان الشقح والحمر يعني عزبك قدام تاخذ الشداد. ليش كان هذا الشعور؟ شفت امور. وش هالامور هذه؟ نبغى ما ودي اخوض فيها الامانه، ما ودي شيء ما اقدر اخوض فيه.